مشهد سياسي معقد وأزمة اجتماعية وسياسية متفاقمة أيضا نناقش بعدها مع ضيفي من تونس صغير زكراوي الأكاديمي والباحث في القانون، وأيضا من تونس دكتور عبد اللطيف الحناشي الباحث السياسي. أهلا بكما معنا، وأبدأ معك سيد زكراوي. قانونيا على الأقل بداية ودستوريا، ما مدى وجاهة هذه الدعوة من الرئيس السعيد بالعودة إلى دستور 59 برأيك؟ والله في الحقيقة لا يمكن أن ندير الحوار أو البلاد عبر التصريحات وعبر البيانات أو التسريبات. هناك خياران أمام تونس للخروج من الأزمة وإطلاق الحوار الوطني. أولا، الخيار الأول نقول بأنه تحت ظل الدستور، أي يمكن إصلاح المنظومة القائمة من خلال إدخال بعض التعديلات على الدستور وعلى القانون الانتخابي، وبها ربما يتغير المشهد السياسي ويمكن أن يفرز حزب يحكم البلاد لفترة زمنية وفي كنف الاستقرار. طيب، ولكن وهناك خيار ثاني، معذرة على وهو المقاطعة قبل أن تذهب إلى الخيار الثاني، هل تغيير الدستور ممكن في ظل غياب محكمة دستورية؟ من سيقوم بتغيير الدستور أيضا في ظل هذا التشظي الكبير في البرلمان اليوم؟ سآتي إلى هذا. أولا، إذا أردنا أن نصلح الدستور، هناك باب يتعلق بتعديل الدستور، يعني هناك إجراءات محددة معينة، ومنها لابد من إرساء المحكمة الدستورية حتى يمكن تعديل الدستور. نعم، لأن المسألة يعني مقننة في الدستور، لابد من أن يبادر رئيس الجمهورية أن يطلق مبادرة أو ثلث أعضاء البرلمان بتعديل الدستور، وبعد ذلك يمر إلى البرلمان للتصويت عليه، ثم بعد ذلك تقع الموافقة عليه البرلمان، وربما قد تصل إلى الاستفتاء. هذه أساليب الدستور، أي أننا نقوم بإصلاحات وبتنقيحات لكن في ظل الدستور القائم وفي ظل المنظومة القائمة، لكن بشرط بطبيعة الحال لابد من إرساء المحكمة الدستورية قبل ذلك. الخيار الثاني بطبيعة الحال، وقد لمح له رئيس الجمهورية في تصريحه، لأنه ولا يفترض خيار آخر، أنه المنظومة يعتبرها ربما منتهية الصلاحية ولابد من دستور جديد. هو قال دستور 59، ولكن أعتقد أن هذا غير ممكن، يعني هو دستور جديد، لأن دستور 59 يذكرنا بالحكم الرئاسي أو حتى بالنظام الرئاسي أو حتى الرئاسوي، ويذكرنا بعهد الاستبداد والفساد. أعتقد أنه المفروض للخروج من الأزمة أننا ننظم حوار وطني بخيارات يعني ومضامين جدية، حوار وطني بخيارات ومضامين جدية. سيد زكراوي، أذهب إلى الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف الحناشي. عفوا دكتور، هذا الحوار هل هو ممكن اليوم؟ وهل الرئيس أيضا مع الحوار اليوم في ظل معلومات متضاربة، هو يوما مع تغيير جزئي في أو قبول التغيير الوزاري أو التعيينات الوزارية الأخيرة، ومرة هو يطالب بإسقاط حكومة المشيشي مرة واحدة، ما هي يعني الوصفة الممكنة اليوم في تونس برأيك لتجاوز هذه الأزمة؟ شكرا لكم. وفي الواقع الممكن هو الحوار الوطني. لماذا الحوار؟ لأنه هو أهم آلية من الآليات التي تعتمد خاصة في الانتقال الديمقراطي، في البلاد التي تعيش انتقالا ديمقراطيا. هذه الآلية يمكن أن تساعد على حل الأزمات التي تعيشها البلاد، وخاصة الأزمة السياسية التي نعيشها. من خلال الحوار يمكن أن نحجم أو نقلص المشاكل أو ما بين الخصوم أو بين الفرقاء السياسيين. المشكل الآن في تونس أن حتى الحوار الوطني
الذي تم سنة 2013 سيد رئيس الجمهورية يشكك فيه بل يعتبره لا وطني والمشرفين عليه كذلك غير وطنيين. وأيضا وكما تفضلت أن السيد رئيس الجمهورية ومن خلال تصريحاته الرسمية يعني هو رافض بالأساس للحوار، بل نجد تصريحات متناقضة حول هذا الحوار. هذا الحوار الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل بما يملك من شرعية نضالية وشرعية تاريخية، وأيضا ساعد بشكل كبير على إنجاح حوار 2013. هذا الحوار الآن أعتقد أنه ممكن من خلال بطبيعة الحال تفهم الأطراف هو السياسية ممكن بينما الدكتور أن تدخل بدون شروط. من هي هذه الأطراف حتى الآن؟ الحوار هو بين الخصوم. نعم نعم تفضل. الحوار يجب أن يكون بدون شروط، الحوار يتم بين الخصوم بين الفرقاء السياسيين. إذا لم يكن هناك مشاكل يعني لا يمكن أن يجرى حوار، يعني تبدأ الأمور على طبيعتها. الحوار هو آلية من الآليات لتحجيم كما قلت الخلافات والتصورات المتناقضة بين الأطراف السياسية، ولكن هذا الحوار يجب أولا أن لا يستثنى منه أحد، هذه النقطة الأولى، وخاصة نقول أحد باعتبار أن الأطراف السياسية خاصة الفاعلة سواء الممثلة في البرلمان أو خارج البرلمان ولكن عندها حضور نوعي داخل المجتمع التونسي. هذه مسألة أعتقد أساسية. المسألة الثانية أيضا لا توجد شروط، المدخل لهذا الحوار هو مدخل سياسي. نحن بحاجة للتطرق إلى قضايا جوهرية وأساسية تتعلق خاصة بقانون الانتخابات وبالنظام السياسي، ويمكن أن تكون هاتان المسألتان كمدخل. ثم هناك قضايا آنية، قضايا راهنة تتعلق بالوضع الصحي، بالوضع المالي، بالوضع الاقتصادي، بالوضع الاجتماعي. المهم أن تكون هناك إرادة واضحة وأن يكون مضمون الحوار كذلك واضح بالنسبة للأطراف جميعا، وهذا أعتقد هي الآلية الوحيدة التي يمكن أن نلجأ إليها، وإلا للأسف يمكن البلاد تذهب إلى المجهور لا قدر الله. سيد زكراوي أعود إليك، يعني غياب المحكمة الدستورية هذا أمر واقع اليوم في تونس. في غياب هذه المحكمة الآن وفي ظل الوضع الحالي، هل يمكن الحديث والذهاب إلى استفتاء على النظام السياسي كما يدعو إلى ذلك رئيس الجمهورية؟ نتحدث، نعود هنا مرة أخرى ونتحدث دستوريا عن المخرج الممكن لهذه الأزمة. لا أعتقد أنه من الصعب بدون محكمة دستورية الذهاب إلى الاستفتاء، لأن الاستفتاء يمر دائما عبر القنوات البرلمانية، عبر مجلس نواب الشعب، ليس هناك من خيار آخر. يعني أعتقد أنه اليوم بدون محكمة دستورية لا يمكن القيام بأي تنقيح أو أي تعديل للدستور. يبقى الحل الذي أو الخيار الوحيد هو حوار وطني ترحل إليه جميع المشاكل بما فيها المحكمة الدستورية، وخلال أجال مثلا 3 أو 4 أشهر نرسل المحكمة الدستورية، وبعد أن نشرع في الإصلاحات اللي هي إصلاح النظام السياسي كما يتصوره رئيس الجمهورية، وإصلاحات اقتصادية واجتماعية وعاجلة ولا تنتظر، لأن مشاكل التونسي اليوم ليست المحكمة الدستورية، مشاكل التونسي هي الأكسجين، هي الصحة، لأنه جائحة كورونا تحصد العشرات يوميا، هذه مشاكل التونسي. يبقى كما قلت أن الآلية الوحيدة والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار الوطني بمضامين جدية وبحلول ملزمة للجميع. والحوار، ماذا يقع الحوار؟ الحوار يقع بين الفرقاء، بين الأعداء، بين المنافسين. الحوار لا يجمع الأصدقاء، وأعتقد أن رئيس الجمهورية يجب أن يستوعب هذا، وأن الحوار، أنا أذهب إلى أن الحوار يجب أن يجمع جميع الفرقاء. يتهم رئيس الجمهورية سيد زكراوي وبدون أقصى يجب إنقاذ البلاد. نعم، خصوم رئيس الجمهورية يتهمونه. نعم. بأنه يرفض الحوار، يضع شروطا لهذا الحوار، ومن خلال دعوته إلى العودة لدستور 59 أو الدعوة إلى يعني نظام سياسي جديد هي نزعة ربما نحو التسلط ونحو الدكتاتورية، كما يتهمه خصومه. كيف تنظر إلى هذه الاتهامات أيضا؟
هو بطبيعة الحال فيها نوع من المغالاة، لأنه أعتقد أن عهد الاستبداد والتفرد بالسلطة قد انتهى وولى. لكن أعتقد أن رئيس الجمهورية يجب أن يقتنع أن يذهب الحوار بدون شروط، لأنه أثناء الحوار تتبلور التصورات والأفكار للخروج من الأزمة. في ظل الحوار لا يجب أن ندخل الحوار بشروط مسبقة، لأنه اعتقدنا منذ أسبوع أو أسبوعين أن هناك حالة انفراج، لأنه رئيس الجمهورية دعا إلى حوار وربما اقتنعنا وأنه بداية انفراج وعودة الأمل إلى التونسيين. فإذا بنا نعود اليوم إلى المربع الأول والشروط الأولية. أعتقد أنه يجب أن يدرك الجميع أنه لا سبيل للخروج من الأزمة سوى الحوار الوطني الجدي بمضامين جدية وبحلول ملزمة للجميع. هذا هو الحل. نعم دكتور الحناشي، هل تتحمل النهضة، هي أيضا مسؤولية فيما يحدث اليوم عندما تتمسك بالمشيشي تحديدا شخصيا، أليست هي تساهم بذلك في هذه الأزمة؟ هذه الحكومة يعني فاشلة على جميع المستويات يقول الكثير من التونسيين اليوم، لماذا تتمسك بها حركة النهضة؟ المسؤولية تتحملها جميع الأحزاب السياسية الفاعلة، بالتالي النخبة السياسية الفاعلة سواء الممثلة في مجلس الشعب أو خارج مجلس الشعب، كما تمثله كذلك رئاسة الدولة. فبالتالي هنا ليس من السهل أن نحمل المسؤولية لطرف دون آخر. إذا أردنا أن نذهب بعيدا نقول أن الجذر الأزمة بدأ من عدم قدرة النهضة على اختيار شخص يمكن أن يجد قبولا من قبل الجميع، وأقصد الحكومة الأولى التي لم تنل مصداقية أو البرلمان، ثم أعطت الفرصة أو أعطت الفرصة للسيد الفخفاخ الذي أسقط من قبل النهضة وحلفائها، ومن ثم يأتي السيد رئيس الجمهورية ليعين شخصا، ومن هنا تدخل مسألة أساسية في تقديري التي تتحكم في العلاقات بين الأطراف السياسية في تونس ككل، وهي انعدام الثقة بين هذه الأطراف جميعا. هذه انعدام الثقة هي التي أدت إلى ما لا نعيشه الآن من أزمة سياسية. أقول أن الأزمة في تونس في عمقها هي أزمة سياسية بامتياز، لأن هذه النخبة السياسية الآن العاجزة عن إدارة الوضع الصحي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والوضع كذلك الأمني هي غير قادرة على تدبير الأمور، وسلوكها هو سلوك غير مسؤول ولا يعبر على قدرة لتسيير هذه الأمور، وبالتالي هي مساهمة في هذه الأزمة. الأزمة مساهم فيها كذلك هذه الصراعات الإيديولوجية الجوفاء بين أطراف أعتقد أنها طارئة على الساحة السياسية من ناحية، وأطراف أخرى يعني متشبثة بقيم بالية، وأطراف جاء بها الصندوق للأسف ولكنها لم تكن في مستوى المسؤولية. هذه العوامل السياسي. وهذه المظاهر كلها. نعم عوامل كثيرة. طيب هل يكمن نعم الحل؟ وهذه الفسيفساء. نعم دكتور، هل يكمن الحل في انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة كما اقترح ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبو؟ أنا بتقديري ما اقترحه السيد الطبوبي سيؤدي إلى إعادة إنتاج نفس النخبة السياسية بدون تغيير قانون الانتخابي وفصول معينة ووضع شروط ومواصفات معينة للذين سينتخبون، سوف نعيد إنتاج نفس النخبة السياسية البرلمانية والحزبية، ونعيد المشهد الحزبي في البرلمان وغير ذلك. ولكن هذا سيساعد، إذا تغير القانون سيساعد إلى تركيبة جديدة هي التي ستقوم بتغيير أو بتحوير النظام السياسي. شكرا شكرا لك دكتور الحناشي، عبد اللطيف الحناشي الباحث السياسي من تونس، كما أشكر أيضا من تونس السيد الصغير الزكراوي الأكاديمي والباحث في القانون. شكرا لكم.